إذا كنت في سفر يوما كاملا ولظروف ما لم أجد الماء ولم أتمكن من النزول من السيارة، وكانت ملابسي غير نظيفة وبها نجاسة، وعندما وصلت المكان الذي أقصده اغتسلت وصليت جميع الأوقات، وبعد ذلك اتضح لي أنني لم أصلي إلى اتجاه القبلة، فماذا أفعل؟ مأجورين جزاكم الله خيرا. أخطأت في تأخير الصلاة في كل يوم، لأن الصلاة لا يجوز إخراجها عن وقتها، بل تصلى في وقتها بحسب الحال، إن كان عندك ماء فإنك تتوضأ، وإن لم يكن عندك ماء فإنك تتيمم، قوله تعالى: ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والنزول من السيارة ممكن، لكن لو قدر أنك لا تستطيع النزول لأمر يمنع من ذلك حقيقة، فإنك تصلي وأنت في السيارة، تصلي وأنت في السيارة، وإن لم تستطع الاتجاه إلى القبلة ولا النزول من السيارة فإنك تصلي على حسب حالك ولو إلى غير القبلة، بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وإن كان يمكنك أن تتجه إلى القبلة فإنك تتجه إلى القبلة وتقوم بالتيمم كما ذكرنا، وإذا لم تستطع التيمم فإنك تصلي بدون وضوء وبدون تيمم، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما الثياب التي فيها نجاسة إذا كان يمكنك أن تخلعها وأن تلبس ثوبا طاهرا فإنه يجب عليك ذلك، وإذا لم يكن عندك غيرها فإنك تصلي فيها ولو كان فيها نجاسة وصلاتك صحيحة، أيضا لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا لم يكن عندك إلا ثوب نجس ولا يمكن أن تغسله فإنك تصلي فيه ولو كان فيه نجاسة، لأن هذا منتهى استطاعتك. الحاصل أنه لا يجوز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها، اللهم إلا إذا كانت هذه الصلاة مما يجوز جمعها مع التي بعدها جمع تأخير، كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، وأنت تطمع أن تصل إلى الماء أو إلى المكان قبل خروج وقت الثانية، فإنك تؤخر الأولى وتصليها مع الثانية ولو في آخر وقت الثانية جمع تأخير. أما إذا كان الأمر ليس كذلك لأنه سيستمر طويل السفر إلى خروج وقت الثانية، فإنك تصلي ولا تخرج الصلاة عن وقتها على حسب حالك كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. وأما صلاتك إلى غير القبلة حين وصلت فهذا لا يعطيك من استكمال القبلة، لأنك وصلت إلى بلد وبإمكانك أن تعرف القبلة بسؤال الناس أو بالنظر في محاريب، فإذا كان صلاتك في مكان يمكنك أن تعرف القبلة فيه لو سألت لو بحثت فإنك تعيد الصلاة. أما إذا كانت صلاتك في مكان لا يمكنك أن تعرف القبلة وأدبيت اجتهادا فإن صلاتك صحيحة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولو تبين أنك صليت إلى غير القبلة ما دمت لم تفرق في البحث والاجتهاد في معرفة القبلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا الصلاة لا تسقط بحال، لا تسقط بحال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.